من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون، محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون. لذيذ لا غص بتلاقي اكلتنا والله لديون، نظامه من اصله فاسد حملنا هموم عالي هموم. من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون، محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون. بالرشوه بتصير وزير ولو كانت اجدب مجنون، ما حدا بيحكي ولا همسه مصيره فورا للسجون. هاي جيشه جيش ابو شحاطه بيعفش برد وصحون، هاي جيشه جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون، هاي جيشه جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون. لك يا أبو جمعة يا أبو جمعة، طول بالك يا أخي طول بالك، الأمور ما بتتاخد هيك بالضوجان. لسه بيقول لي طول بالك، خي أنا اللي بيأكل حقي بدي أكل روحه. أنا ما بتعرفني يا زلمة، شو مالك أنت؟ نحن ما بناكل حرام. إيوة فتح لي عيونك التنتين. لك ما حدا راح يأكل لك حقك يا أبو جمعة، بس أنت طول لي بالك، ليك انفضحنا بالشارع. تفضلوا على المكتب وهنيك بنحل القصة، تفضلوا. خي أنا ما بتحرك من هون لحتى أخذ حقي، بدي أخذ حق أغراض بيتي كلياتها زي ما عم بقول لك. هيك أنا ما بفهم. لخ خلص يا أبو جمعة، عم قلك عندي عندي أخي. شو تضرر البيت وشو راح منه؟ راح تأخذ حقك وفوق منه حبة مسك كمان. شف شف، شو أنا اللي أخذت له أغراض بيته أنت التاني لحتى عم تقله هيك؟ روح شوف مين أخذ له أغراض بيته وخليه يعطيه حقه هو. إيوة خي أنا ما بعرف غيرك، أنا مأجرك البيت إلك وإنت المسؤول عنه، أنا هيك بفهم وهيك اتفقنا، ولا شو خيّا؟ ما تحكي يا زلمة، شو مالك ساكت؟ لك طولوا بالكم طولوا بالكم، صرنا فرجة بالشارع انفضحنا. لك يا أخي يا أبو جمعة، أنت بدك تاخد حقك ولا بدك تخانقنا؟ خيّا أنا ما باخد غير حقي زي ما عم بقول لك هيك، أنا ما بفهمها. يا أصبح شرف معي على المكتب وما بيصير غير اللي بيرضيك، تفضلوا شرفوا خيي تفضلوا. شرف تفضل. لك يا أخي وحد الله وصلي على النبي، أنت كيف بدك الزلمة يدفع لك قبل ما نروح ونشوف البيت؟ أنت بتعرف إني سلمته البيت كان كامل مكمل، بتعرف ولا ما بتعرف؟ ما تحكي يا زلمة احكي، شو مالك؟ لك يا جماعة الخير يا جماعة الخير، وقت استلمت البيت من الزلمة كانت البلد بحالة، وهلأ شكل الحالة كلها تغيرت. خي أنا ما بفهم هذا الحكي، أنا سلمتك البيت وبدي استلمه منك مثل ما سلمتك إياه. بس هذا مو حكي اخي، مو حكي منوم. وليش مو حكي؟ لك طولوا بالكم يا جماعه طولوا بالكم، على هالوضع هاد ما راح نوصل لحل بنوب. ها لك يا ابن الحلال، مالك سامع شو عم يحكي؟ البلد قايمه قاعده وصار فيها حرب طويله عريضه، وهو لسه بيجي بيقول شو ما استلمت وبدي سلمه مثل الحكي. لك شو هالحكي هاد؟ خي انا ما بفهم حرب ما حرب ما بفهم، انا سلمتك البيت ومثل ما سلمتك اياه خي بتسلمني اياه، هذا اللي بفهمه وهذا الكلام اللي عندي. يا أبو جمعة يا أخي طول بالك، أنت طول بالك علينا شوي. أخي لا تعمل لي طول بالك وقصر بالك، هاي القصة صارها سنة وأنا كنت مطول بالي على هذا الكلام. أنا بعرفك صاحب حق يا زلمة، شو مالك أنت؟ بلشت تلغوص وتعمل لي بالرز بصال؟ لك لأني صاحب حق أم إلك هالكلام، بس الحقيقة يا أبو جمعة إنه الأمور تغيرت شو هالحكي؟ ومع هيك يا سيدي راح إلك حقك مضمون ومثل أول وزيادة، بس لازم الشي اللي نعمله هلأ انه نقوم كلياتنا ونروح نشوف البيت، بدنا نشوف شو صاير بالبيت وساعتها بنحكم. خيّا بنروح بنشوف البيت مو مشكلة، بس كنت بدي اقول لك بالاول. لا بلا اول بلا تالي، قوموا خلينا نروح نشوف البيت. شرفوا تفضلوا. لك شو في هون؟ الحما ايه، انا بعرف الناس لسه ما رجعت عبيوتها، مو مزبوط هالكلام؟ مزبوط ولا مو مزبوط؟ ايه خي مزبوط، مخيم اليرموك مانعين الناس ترجع عبيوتها، بس بكرة راح ترجع بالنهاية، هاي بيوتنا وما راح نتركها. مشي مشي خي مشي. سيدي هلأ تفضلوا خلينا نخلص من هالقصة. شو ولا انت وياه وين رايحين؟ ولك عميانين انتو ما تكون شايفين انو نحن واقفين هنا؟ السلام عليكم السلام عليكم اخي الكريم. ولك وين رايح انت وياه؟ ولك ما سمعت شو قلت لك؟
نحن كنا رايحين احكيها بجمعة احكيها بيته لأنه بيته مزبوط خيا مزبوط هذا بيتي نحن طالعين نشوف بيتنا هون بالحارة هون بالحارة هاي ولك شو عميان انتو اياه ليش وين في بيوتهم وين في حارة خيا شلون ما في بيوت لكن شو هاي البنايات هاي بقلبها شو في يعني مو بيوت ما تحكي يا زلمة شو مالنا شايفين نحن هاي بيوت ولا مو بيوت احكي شو مالك يا زلمة بلا بيوت لكن شو هاي بيوت ولك بالفعل انك اعمى لسه بتقلي بنايات وبيوت وينو بيتك ولكر وينو بيتك بعدين انت التاني هاي البيوت انباعت من زمان صار لها سنة من باعها هي وعفشة واللي فيها سمعت اقول لك ولا بتنقلع من هون احسن ما خلي الشباب يعملوا لكن اللازم فهمتوا طول بالك خيا طول بالك شو انباعت ما انباعت شو هالحكي هذا بيتي فيك تتأكد من الشهر العقاري عم بقول لك بيتي يا زلمة هذا الطابق التاني نزل على الشهر العقاري وتأكد إذا بيتي ولا مو بيتي إذا مو مصدقني الله وكيلك بيتي زي ما عم بقول لك هيك ها هاد بيت أبو قاسم وهاي بيت حمودة ابن خالتي وهاي بيت ولكن قلع انت وياه منهم أحسن ما خليك تروح على بيت خالتك فهمت هاي البيوت ما قل لك انباعت كلياتها ولا انتوا مو عايشين بالبلد طيب أخي فهمنا بس لم ينباعت شو مالك انت التاني شو انباعت ما انباعت ولك بدك تخرس ولا حط البوط العسكري بتمك انت بس لمين 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 البيوت انباعت هو صحيح مو شغلتك انت وياه بس هاي البيوت راحت لسيدنا شهريار قهريار رئيس الامن القومي بطهران فهمت هاي سيارات المرافقة يجي اسمع انت وياه ولا بدي عد لثلاثة اذا بلاقي حدا منكن هنا بالله تعمل منكن عبر لمن اعتبر لساتي واقفين هون ولكن قلع يا كرت وياه يلا لك انا سكرت المكتب اصلا شو بدي بالمكتب انا قاعد لا شغلة ولا عملة شرفوا ها لك وين المستأجر؟ ليكو هرب امشي يا جماعة يستر على عرضك امشي خلينا نمشي انا ما بروح من هون ما بفهم ايران طهران خورفكان هذا بيتي وبدي اخده شو ولا؟ يعني بدك تلحق اصحابك واقف لي هون خي انا بموت وما بتزحزح من هون هذا بيتي ورزقي ورزق اولادي اتني وما بروح من هون بيتي عم بقول لك يا زلمة شو مالك ما عم تفهم علي يعني بس هيك بدك ايه الف طلب مثل الطلب قلت لي بتموت وما ولك انا اللي بريحك يخرب بيته كلبه في طيز يلا شيلوا من هنا تشوف قبل ما يجي شهريار بهريار قهريار ويشوف الكلب هنا يلا شيلوا من قدامي تشوف شيلوا الله يرحمك يا ابو جمعه شو كنت ابن حلال روحت حالك بشربت مي هالانجاز هدول يتموا اولادك ورملوا مرتك يا حوينتك يا ابو جمعه من الكرسي ما عم يتزحزح لا شقفيه تقول جردون محاسس بالناس تعباني ابو رقبي ولا هو هون لذيذ لا غص بتلاقي اكلتنا والله لديون نظامه من اصله فاسد حملنا هموم على هموم من الكرسي ما عم يتزحزح لا شقفيه تقول جردون محاسس بالناس تعباني ابو رقبي ولا هو هون بالرشوه بتصير وزير ولو كانت اجدب مجنون ما حدا بيحكي ولا همسه مصيره فورا للسجون هاي جيشو جيش ابو شحاطه بيعفش برد وصحون هاي جيشو جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون هاي جيشو جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون